هلا اول غلط كثير شائع اللي عم يصير حاليا انه في ناس كنوع من الرجيم او فقدان الوزن عم تعمل على تاخير الافطار، يعني مثلا نحن فطورنا خلينا نقول الساعه 7:30 عم يعملوا مثلا 9:30 كنوع من التجويع، فهذا الشيء بيؤدي لتقارب السحور والفطور، بيقربوا من بعضهم، بيصير انه انت عندك شراهه للاكل مو طبيعيه، فبدل ما تنزلي وزنك انت عم تساوي زيادة الوزن، وهذا الشيء كتير غلط وكتير شائع عم يصير هلأ حاليا. الشغلة الثانية كتير مهم كتير مهم انه نحن نعمل على تقسيم الافطار على مرحلتين، المرحلة الاولى تكون عبارة عن كاسة مي والتمرة، التمرة طبعا كتير مهمة لأني بتحتوي على السكر، والسكر كتير بيعمل على ضبط السكر في الدم وبيعطي طاقة. المي والسكر والشوربة، طبعا الشوربة نحاول كتير نبعد عن موضوع الشوربات الكريمية والفطر وفيما إلى ذلك، نركز بس على شوربة العدس والشعير. هلا بعد ما أخذنا هدول المي والفطر سوري المي والتمر والشوربة، نعطي لجسمنا استراحة من 5 ل 6 دقائق، ممكن تطول ل 10 دقائق. بهيدي يمكن الفترة ما حدا بعد بيطول باله، بنرجع يعني نسرين لا 5 دقائق ولا 6 دقائق رأسا صحيح بينزلوا. صحيح صحيح، فهو يبعد مباشرة عن السفرة ويقوم يعمل أي نشاط، ممكن يصلي، ممكن يدخل يوقف على البلكون، أي شيء يعمله حتى يشتت انتباهه، لأني صدقيني الأكل لما بتقعدي مباشرة على الطاولة بتاكلي كل شيء، فبصير معك عسر هضم، فالجهاز الهضمي كتير بيتعب. يعني أنت تخيلي معدتك فاضية وأنت بلشتي تعطيها بشكل دفعات مو طبيعية، فكتير بيتعبوا هذا الشيء، فنحن كتير ضروري إنه نحن نخليه يكون مرتاح. عرفتي علي؟ مشان بعد نقدر ما نكمل نحن بقية النهار والليلة حتى تكون بالضبط مريحة. بالضبط، وحتى بعد ما نحن ريحنا من 5 ل 10 دقائق هون نحن بنرجع بناخذ السلطة. طبعا السلطة هي كتير مهمة لأنه بتعطي فيتامينات ومعادن فيما إلى ذلك. بعدين بقى هون الوجبة أنا كتير بفضل إنه تكون غنية بالبروتينات. كيف يعني؟ إنه بتحتوي على لحم أو دجاج، لأن البروتينات بصير هضمة بتطول أكبر فترة ممكنة، خليني أعطيك إياها بصيغة الهي، بتطول أطول فترة ممكنة وأنت شبعانة، فهذا الشيء كتير منيح. يعني هلا بما جميل، انه عم نحكي عن عرفتي علي؟ الشبع وعم نحكي عن البروتينات، هل تنصحي بتناول البروتينات على السحور اذا بتطول وبتخليني شبعانة اطول فترة ممكنة؟ طبعا طبعا كثير، انا كثير بنصح هذا الشيء، وخصوصي في فئه من الاشخاص اللي عم يعملوا موضوع كمال الاجسام، كثير عم بيحافظوا عضلاتهم، فكثير بيعانوا من نقطه انه نحن رمضان رح ينزل وزنه، وهن كثير غلط انه ينزل وزنه، فانا كثير بنصح بالبروتين بالسحور. جميل جدا. طيب نسرين، يعني كيف بنحصل على الكميه الكافيه من المي؟ يعني الناس بتشرب مي بعد الافطار وبس كتار بينسوا بعدين، يعني بين الافطار والسحور، وطبعا ما فينا نخزن كتير لأنه هاي العادة هي فقط موجودة عند الجمل تخزين المياه. بالضبط. هلا هو لاقول لك شغله، في احيانا مثلا خليني اقول لك السلطه، انت السلطه اللي عم بتاخذها هي فيها كميه مي، عرفت علي؟ الفواكه، في فواكه نوعيه معينه فيها كميه مي. انا كثير بنصح بشغلات، مثلا اقول لك شغله، في اغلاط كثير نحن بنعملها كثير بتؤدي لجفاف جسمنا، مثلا انه بنصير من الافطار للسحور بنشرب قهوه بشكل مو طبيعي لنعوض الكافيين اللي خلص مننا، هاي اغلب كثير من العالم، بس صحيح. نحن الكافيين الموجود بالقهوة والشاي هو عم يعمل إدرار بول، وإدرار البول عم بيؤدي لجفاف الجسم، وهذا كتير غلط. يعني أنا بنصح إنه نحن دائما، مثلا أنا بدي أشرب قهوة، بعد القهوة مباشرة كاستين مي، بدي أعمل فرض لحتى أحاول نوعا ما أعوض النقص. هو الكمية الطبيعية خلينا نقول حوالي من 8 كاسات، يعني أكثر من 8 كاسات، من 8 لل 10، بعدين بده يصير كتير مشكلة، يعني بده يصير أنت ما بتقدر تنام منيح، بدك تفيق كل شوي على الحمام، فكتير مشكلة. فلا، من 8 ل 10 كاسات هو الكمية الطبيعية للمي. يمكن هذا الغلط اللي بيعملوه الأغلب على السحور، يعني بيشرب كتير مي ومثل ما قلت يعني بيقضيها رايح بالضبط. جاية. طيب يعني بما أنه حكينا على الفطور، بما أنه حكينا على المي، يعني أكيد في محاذير حضرتك بتنصحي أنه ما حدا يعملها، وخصوصا على وجبة السحور، لأنه بالضبط. يعني عم نقضي يوم طويل بدون أكل بدون شرب، فشو الواحد بيعمل؟ تمام. هلا اول شيء في كمان غلط كتير شائع، انه في كتير عالم تشرب خلينا نقول كولا وفانتا، مشروبات غازيه كولا وفانتا على الافطار، وهذا الشيء كتير غلط سواء على الافطار ولا على الاكل. هو ليش؟ لما انت بدك تشربي كولا او فانتا، فهذا الشيء عم بياثر على الانزيمات الهضميه، فكتير بتاخر عمل الجهاز الهضمي، وبتحسي يعني مثلا انت لما بتاكلي بدون كولا وفانتا، مثلا خلينا نقول لك مع لبن عيران، شلون كيف بيكون شعورك لما بتاكلي مع كولا وفانتا؟ فبتحسي
انه انتفختي بسرعه، صار عندك عسر هضم، بطنك صار يجعك، وخصوصي بالافطار. فانا كثير كثير بحذر من هذا الموضوع، انه نحن نبعد عن المشروبات الغازيه وخصوصي بشهر رمضان. مشروبات رمضانيه، سوس، تمر هندي. ما بس ما شوفي لقلك شو مشروبات رمضانيه، سوس وتمر هندي وجلاب هلا كمان. اوكي انه انت بدك تشربه، بس لا تشربه كميات كتيرة، لا تشربه على الافطار، يعني خلي الافطار يكون خالي من هذا الموضوع، مشان ما نحن مثل السوس هو كترته بتعمل رفع ضغط. وشغله ثانيه، الجلاب والتمر الهندي فيهم كميه سكر كتير كبيره، فنحاول نبعد عنها اقل شيء لبعد الافطار بحوالي ساعتين وثلاثه، لحتى يكون جسمنا نحن هضم الوجبه اللي نحن اكلناها. فانا بفضله طبعا بعد الافطار. يا ست نسرين، يعني اللي عم يتابعنا هلا بيعرف بانه بعد الافطار بتلاقي كل واحد عنده ما بعرف شو بتسموه، جره سوس ونازل غاب فيها. بنرجع لموضوع المحاذير، كنت عم تحكي عن المحاذير اللي على الافطار. طيب المحاذير اللي على السحور اللي بتخلينا ما نعطش، بدنا شيء ما نعطش طول النهار عم نمشي وبالشارع وتحت الشمس دبريه. بالضبط. هلا هو اول شيء بالسحور انا بنصح فيه كثير انه نحن ما ناكل لا اطعمه معلبه ولا مصنعه، هدول والمقليه والفيه توابل هي كثير نبعد عنها، لان كثير بتعمل عطش باليوم الثاني. نحاول نحن نغني وجبه السحور بالخضار، قطعه فواكه، البروتين، مكسرات غير محمصه كميه قليله، هي كلها بتعطي الجسم طاقه وبتمنع انه انت ما تعطش باليوم الثاني. انت هون عم بترطش جسمك، فانت ثاني يوم تقدر تتحمل لساعات طويله بدون مي. عرفت علي؟ حلو. اهم شيء بس نحن نبعد عن كل الشغلات فامورنا سليمه.